صباح الفل يا محمد. صباح العسل. ما هو ده اللي هنام وهنصحى بعد ساعتين ننزل بص البول. يا جماعة، احنا قلنا احنا هننام ساعتين وهننزل نصحى هنصحى وننزل. انت لسه نايم المهم بص شكلك. ايه اللي حصل كله ان احنا لسه صاحيين دلوقتي، احنا بقالنا كتير قوي نايمين، فالنهارده ان شاء الله مش عارفين اليوم هيحصل فيه ايه وهيتم فيه ايه، فاحنا اي حاجة هنصورها. احنا امبارح كده راح علينا يوم على الفاضي، احنا مش جايين ننام هنا سيادتك. لا بس احنا تعبنا جدا جدا يا جماعة، لان بصراحة الطريق والمشوار صعب جدا. سفر بقى. انت بتعمل ايه؟ بروق سريري. ليه؟ المفروض ان في حد هيجي يعمل الكلام ده. انا متعود على كده، انا بحب اصحى من النوم اروق سريري، يا ما انا بختك يا اتعودت ميرفت. على كده. يا بختك يا ميرفت. انا اتعودت على كده، طيب. حاجه لا ارادي كده، اي حد بيتفرج عليا دلوقتي اقعد تروق سريرك. احنا ان شاء الله يا جماعه هننزل دلوقتي عشان نفطر، بس هنروح نشوف برضو ابويا وامي الاول ونشوف العيال صحي ولا لسه. يلا. هم اكيد صحيوا، بس احنا برضو ايه هنبص عليهم نشيك عليهم. طب يلا. وعايزين يا محمد، احنا المفروض احنا كنا نرتبنا الحاجات دي. المفروض بقى. خليهم في بالك بقى لما نيجي ان شاء الله كل واحد يمسك هدومه ويحطها في دولابه. ماشي. تعالى بس نصحيهم الاول عشان نلحق الفطار، لان الفطار هنا بمواعيد. اهلا دكتور يحيى. صباح الفل. صباح الفل. نمنا ساعة واحدة بس، حرام عليكم والله. قصدك نمنا ليلة واحدة بس، حرام عليكم والله. طب احنا نمنا كتير، تعبانين ليه؟ احنا نمنا كتير، بس خلي بالك اللي بينام كتير بيتعب كتير، يعني انت النوم القليل صحي اصلا. يحيى. ايه؟ في واحد شافك في المراية بالظبط بيعمل نفس حركاتك العكسية بالظبط. افتح الناس بتعدي ولا شايفين. اهلا 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 اهلا. بقيت وخبطت بالحساسه. صباح الخير. صباح النور. صحيين من بدري ولا ايه؟ فين اخواتي؟ احنا لابسين المايوهات. انت لابسه المايوه نايمه ازاي يعني؟ ده انت بتعمل مقلب. ده انت نايمه بالنضاره؟ ايوه عادي. يلا يا عم زياد، يلا عشان نفطر بعد كده. انا صحيت وفضلت قاعد مستنيكم تيجوا، ما جيتوش، راح كنت هنام على نفسي. يلا عشان اشوف جدكم وستكم ونجيبهم. المهم احنا نسينا دلوقتي، احنا شوف احنا بقالنا قد ايه بادئين الفيديو، ونسينا نقول لكم حطوا اللايك وشاركوا في القناه واعملوا الحاجات دي كلها. يعني كل ده بيعملوه لوحدهم من غير ما عادي. اعملوا اعملوا اعملوا. يا ابني احنا فوق. السلام عليكم. صباح الخير. يا لموس. صباح الخير. صباح النور. تصوروا. امي فين؟ طب يلا عايزين ننزل نفطر عشان عايزين ناخد اليوم من اوله، نلحق ننزل البحر، ننزل البسين، ونروح الاكوا بارك، وعايزين نركب جمل ونركب حصان ونركب حمار والبيتش باجي، وعايزين نعمل كل حاجه النهارده ازاي معرفش، بس احنا عايزين نركب الحصان نفسه والحمار. رماس. رماس عايز ايه؟ عندي البسين في البحر. البسين، ما احنا عندنا البسين. البسين احلى. احلى من البحر؟ ماشي. احنا هننزل نفطر بس دلوقتي، نفطر كده وبعد كده ننزل بقى نشوف احنا هنعمل ايه. صباح الخير يا ماما. صباح الفل. مش انت قلت هتنامي ساعة؟ انا نمت 12 ساعة. بس الصراحة على قد ما الطريق كان متعب امبارح، على قد والله ما كان حلو. انا بصراحة مستني الوقت اللي احنا هنرجع فيه تاني، عشان انا عموما انا بحب السواقة. اصل انا هقول لكم على حاجة، اللي تعب من الطريق لازم ان احب ليه؟ عشان احنا لسه هنرجع فيه تاني. فانت هنفضل هنا، هنفضل هنا. ماشي. شايفيننا مليون جنيه سلف كده واحنا نفضل هنا. لا ما هي قعدنا شوية. خلاص يا جماعه احنا نزلنا المطعم هنا اهو، بس طبعا عشان في دوشه هنا رهيبه جدا مش هنعرف نصور لكم. ده الفطار بتاعنا النهارده اهو. بصراحه الاكل هنا جميل جدا 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 في المطعم، بس هو مشكله في الدوشه دي، الضوضاء كتير او ناس كتير، عدد كبير، عدد كبير جدا. احنا بقى يا جماعه هنفطر ونتجول لكم في المكان كده، وهنفرجكم على المكان هنا بقى ان شاء الله، ونشوف احنا هنعمل ايه اصلا، ونتجول مع بعض بقى. احنا لسه هنتجول مع بعض. بس خلاص يا جماعه ان احنا نرجع هنا عند البول اهو. صباح الفل حسن. صباح النور. بص احنا بنتفق دلوقتي على ايه؟ ان احنا عايزين نروح هناك. ماشي. بس احنا مش هنقدر نرجع لان كبير كبير جدا. مش ملاحظ حاجه حسن؟ ايه؟ ان احنا اول ناس نازلين الدنيا لسه فاضيه. لا يعني الناس هناك كتير قوي. فين يا عم؟ الناس كتير برضه. لا الناس قليله يا عم. لا كتير، او ممكن عشان ده وقت فطار فهو الناس بتفطر جوه هيخرجوا، بس الناس كتير برضه مش احنا لوحدنا. يلا جاهزه؟ انا هنزل كده. انا لا المايه حلوه. مش عارف. ايوه. يلا جاهزه؟ اللي يروح يمسك هناك في السلم. ماشي. انا ممكن اعمل لك انا تحدي حسن. تحدي؟ طب انت تسعان ده متلج. جاي لي يا حسن. تعالى انت. يلا بس خد يا يوسف. يلا اهو. طب تصور. انا على قد الوقت. خد. تعالى لي يا حسن. انت المسعاوي قوي. دمشه. ايه يا حسن؟ ايه السبب؟ السبب يا تجري.
احنا قلنا لحد الفيلم اللي هناك ده. طب يلا. مين كلام؟ هو محمد فين؟ بقول لك ايه؟ خلي التحديات دي عندنا في البيت بعيد عن الاجانب. احنا جايين الغردقه عشان نتفسح وبيلعبوا لي كوره. واحنا جايين نتفسح ولا جايين نلعب كوره؟ ابلبط. يلا يا ساعه عم ننزل البحر. العب يا دي. انت يا عم العب واحد في النص يا عم. واحد في النص. انا واحد في النص يا عم. يلا هنروح البحر. عايزه تروحي؟ نروح البحر. 12 ساعه ونروح. انا همشي انا لو مش عايزين. ما هو البحر صعب قوي ميته وملح. تعال نروح. وانا عشان تعالوا نروح البحر. هيلا هيلا يلا يا عفروتو. هيلا هيلا يلا يا عفروتو. هيلا هيلا يلا يا عفروتو. بص يا جماعه المكان اللي احنا ماشيين عليه ده عالي قوي، يعني انتوا ما يغرقوش مثلا ان احنا شايفين المايه من هنا يبان ان هي قريبه، لكن هي عاليه. محمد جبان قوي، فانا هقول له تعالى ان احنا ناخد صوره مثلا ان احنا نقف وليكن في حته زي هنا كده، واقول له ايه ويحيى يبقى واقف بيصور. ماشي يحيى؟ تمام. وهقوم رامي في المايه هشوف هيبقى شكله عامل ازاي. هنلاقي دبشه واقعه في البحر. تعالى 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 اخد لكم صوره انتوا الاثنين، بس ما حدش يخاف. بس لا ما اخافش، انا طول عمري ذكر ابن ذكر. حسن ايه تقفوا هناك كده على الحرف؟ طلع على ماشي هنا. هتحط ايدك على ظهر. ايدي على ظهر. بس في حاجه قبل ما نتصور، في حاجه لو سمحت بعد اذنك، الصوره دي ابعتها لي انزلها عندي قبل ما تنزل الداله. هتاخدها انا الاول. ماشي نتصور بطريقتين، واحده تنزل عندك وواحده تنزل عندي. والصوره دي عايزك تجيب انستجرام 20000 لايك. ازاي ما اعرف؟ ودوا شكل البحر كده وشي كده. ماشي يلا. بص ارجع انت بقى حسن شويه. يا ابن المدينة اوعى تاخد الماء وتزق، انا عارفك شراني. انت بتقول لي اصورها؟ بس جت هي اللي انا كنت عايزها. هي دي الصورة؟ اه. من فوق؟ ما دخلت عليا. خلي بالك رجلك مش على طول الارض. انا ما انا مش هبعد عن السلم. خدت قد الزقه دي يا يحيى؟ خدتها ونص. انت تخاف مني بقى يا اسطى؟ بس ذمتك مش حلوه. ده انا خدت حته كرباج عشان زنت على صدري. بس حلوه صح؟ لو ربنا لمفوخه. بص يا جماعه، هو محمد لحد دلوقتي فاهم ان يحيى اللي زقه ويحيى اللي عمل في الماء، فانا هتفق معاه على ايه؟ يحيى بقول لك على حاجه ايه؟ ما انا هتفق مع محمد دلوقتي على ان انا وهو هنعمل مقلب في يحيى، وانا هزق محمد تاني. صوره هات صوره. والله صوره ما تيجي تقول له حاجه يا عم. طب استنى. بص طب تعالى ناخد صوره احنا الثلاثه. احنا ما تصورناش خالص من ساعه ما جينا. احنا الثلاثه ماشي، لكن لوحدي لا. ماشي هنصور احنا الثلاثه، مش عايزين حد ياخده. امشي قدامي. لا لا بجد والله عايزين ناخد صوره فعلا. مين اللي هيصورنا؟ زياد. طب تعالى تعالى. بص خليك قدامي مش مطمن لكم. اروح ايدك دي كده يا عم. يا ما تخافش يا عم. معلش مش جامد عارف اعوم. طب تعالى بص على فكره يا موسى بتقع. احنا مش جايين ننام يا جماعه لو سمحت. بقول لكم ايه، استنى بس، لان الناس دلوقتي اكيد لسه بتسال. انتوا لسه طبعا ده اول فيديو انتوا بتشوفوه يعتبر في الاوتيل هنا. الفيديو اللي فات كله كان عباره عن السفر والمشقه والتعب بتاعنا كله. خلوني بس اخليكم تتفرجوا كده على الغرف بتاعتنا. في ملايين تحت كتير. ما احنا هنشوف كل ده وهنلعب وهنعمل اللي احنا عايزينه. بص تعالى هوريكم الفيو من بره. هو ده كده الفيو يا جماعه. تعالى بقى خلاص كفايه عشان الوقت بيضيع وفي ميعاد غدا عايزين ننزل الغدا. طبعا هو الغرفتين التانيين برده زي هنا بالظبط كده، فاحنا خلينا ان احنا ننزل ناكل الاول عشان خاطر احنا هنموت من الجوع. انا هموت. بنت الماس دي مش عارف مالها النهارده. يلا. لا ماليش فيها. في حبيب في لعبة؟ لا لا مش حبيب. الله عليك.
بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم ان ده كده النهارده للاسف للاسف عشايا. نفسي اعرف الاجانب ازاي بيتعشوا فراخ وكباب وكفته ولحمه ورز ومكرونه. انا عارف ان هم مامبر بيرفعين ازاي، يعني انا كنت فاكر حاجه انزل الاقي العشاء بتاعهم مثلا زبادي زبادو جبنه نيستون، طلع العشاء بتاعهم احنا بنعمل عليه تحديات. انت تلاقيها اصلا سنها كبير وعندها يجي 80 90 سنه ورفيعه رفيعه ما شاء الله. قول ما شاء الله ما شاء الله. لما تيجي تلاقي كميه جميله قول ما شاء الله. بقول ما شاء الله ان شاء الله ربنا يزيد ويبارك تبقى عجل قد الدنيا. كده يا جماعه احنا كل حاجه وريناها لكم النهارده اهوت. طبعا انا عارف ان احنا مقصرين في الفيديو والفيديو مدته قصيره، فمعلش سامحونا لان طبعا في هنا ضوضاء، العدد كبير جدا، العدد كبير جدا جدا جدا، المكان جميل جدا وممتاز جدا. فيا رب يكون قدرنا نوريكم كل حاجه النهارده في يومنا. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. ومع السلامه، ودعوا لنا نوصل بالسلامه ونرجع بالسلامه ونعمل كل حاجه بالسلامه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفلوجات اللي هنعملها هنا كلها هتعجبكم، ونشوفكم على خير. ومع السلامه. مع السلامه.